يا مساء الورد عليكم، عملت فكرة جميلة وسهلة ومتأكدة إنها هتعجبكم قوي. تابعوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا الطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو أول مرة تزوري قناتي تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبتدي ونبدأ بالطريقة. أول حاجة عملتها جبت عصيان الآيس كريم الرفيعة دي، بتكون في أي مكتبة عادي. الكيس بيكون سعره بسيط جدا، 10 جنيه أو 15 جنيه على حسب الكمية، وبرضو جبت منها الأكبر شوية. هتعرفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. استخدمت الأعواد الرفيعة عشان أشكل النجمة، بنلزقها كويس من عند الأطراف، وبعد كده بنلزقها من عند الأجزاء المفتوحة بعد ما بنخلص النجمة عشان تكون ثابتة معانا ومتتحركش، هتظبط معاكم من أول مرة. كده النجمة بتكون جهزت معانا، وبعد كده بنجيب الغير الأبيض عادي من عند أدوات البويات. باخد الكمية اللي انا عايزاها وبخففها بشوية مية. بعد كده دهنت بيها النجمة ورشيت عشان ابتدي ارش عليها الجليتر. عايزة اقول لكم ان انا استخدمت جليتر فضي، ممكن تغيروا في الالوان زي ما انتم عايزين. الجليتر ده من اي مكتبة عادي، موجود الوان كتير، ممكن تختاروا اي لون. انا عملت 5 نجوم بس، محتاجتش غير 3 نجوم بس. نفضوا الجليتر الزيادة على الورقة ورشوه على واحدة تانية وهكذا. جبت بقى اعواد الايس كريم العريضة اللي قلتلكم عليها، اعرض من التانية اللي انا استخدمتها في النجوم، او اسمها برضو خافض اللسان، موجودة في الصيدليات والمكاتب، وسعرها من 15 جنيه ل20 جنيه حسب الكمية اللي انتوا هتاخدوها. اخدت منها 4 كده عشان اشكل، اعمل شكل مربع والزقهم في بعض، بيظبط معاكوا على طول وبيلزق بسهولة جدا. بعد كده عملت مربع تاني وحطيته على المربع الاولاني. هتشوفوا معايا عشان عايزة اعمل شكل معين كده سداسي، بيكون شكله حلو قوي. عملت المربع التاني، بعد كده حطيته على المربع الاولاني اللي انا عملته بالعكس علشان يعمل معايا الشكل ده، وبعدين ثبتته بايديا وحطيت شمع في كل الاجزاء المتقابلين فيها مع بعض. والشكل ده كمان هندهنه غيره علشان ارش عليه جليتر، بس المرة دي انا هرش عليه الجليتر الذهبي. ممكن تختاروا برضو في الوان الجليتر، ممكن تختاروا اللون اللي انتوا حابينه، بس انا بحس ان الفضي والذهبي بيبقى مع الهلال والنجمة بيكون شكلهم حلو قوي. بعد ما بندهن الغيرة على اي حاجة ونرش عليه الجليتر، بنسيبه ينشف شوية نص ساعة او ساعة في الهواء او قدام الدفاية. انا كنت مجهزة كذا شكل منه. جبت بعد كده فوم الذهبي من المكتبة، رسمت عليه بغطا دايرة وحركت الغطا شوية ورسمت نص دايرة كمان علشان يطلع معايا شكل الهلال كده. ممكن كمان نعمل الخطوة دي بكرتونة، لو ما عندناش الفوم الذهبي ممكن نرسم شكل الهلال على الكرتونة ونفرغها، بعد كده ندهن غيرها وبعدين نرش جليتر. انا سهلت على نفسي كل دوت واستخدمت الفوم الذهبي على طول بنفس اللون اللي استخدمته في الشكل اللي انا عملته. الخطوة اللي بعد كده جبت خيط سنارة عادي شفاف، ده من عند المكتبة. الخيط ده بيكون قوي وشفاف، لو مش موجود ممكن نستخدم خيط عادي او خيط خيش. حطيت بقى نقطة شمع كده من فوق، وبعد كده حطيت عليها الخيط ولزقت ورقة علشان تثبت الخيط معايا. شديت الخيط ولزقته من الناحية التانية بنفس الطريقة. جبت الهلال اللي انا كنت عاملاه ولزقته كده على الخيط وثبتته برضو بحتة من الورقة عشان يكون ثابت. هكرر معاكم الخطوة دي عشان تشوفوها تاني كويس. كده استخدمت خيط الخيش واخدت حتة منه لزقته على عند الطرف اللي انا هعلق منه الشكل بتاعي، وعملت نفس الخطوات في الباقيين في الاشكال اللي انا عملتها النجوم. لزقت خيط الخيش على الطرف من فوق عشان اعلقها منه. جبت بقى عصاية المقشة دي، كانت عندي واحدة قديمة، قسمتها بالنص كده وسويت الأطراف بتاعتها، والنص التاني ده بتاع العصاية عملت بيه نفس الفكرة بس كنت عكس الألوان، النجوم والهلال والجليتر كده كنت عكسهم. أنا لفيت على العصاية كلها خيط الخيش. خيط الخيش ده بتلاقوه في المكتبة عادي أو محلات الخياطة، بيتباع بالبكرة وبالكيلو. البكرة بتكون ربع كيلو، بتكون ب20 أو ب25 جنيه. جبت كده حتة كرتونة عشان أعمل شكل كده على العصاية،
لفيت الخيط عليها حوالي 10 لفات، وبعدين سحبته كده من الكرتونة وقصيت الزيادة، وبعدين دخلت حتة طويلة من النص وربطتها، وقصيت من الناحية التانية علشان يتفك من بعض. بعد كده هعمل حتة عشان يبان منها الجزء بتاع الشراشيب من تحت كده، ضميت الجزء اللي فوق كده بإيدي وحطيت نقطة شمع ولفيت الخيط لفتين على الجزء ده، وبعد كده حطيت شمع تاني وقصيت الزيادة. بعد كده جيت عند الخيوط اللي تحت دي وقعدت ألف في الخيط علشان يتفك من بعضه. مجرد ما هتلفوه كده هتلاقوا خيط الخيش بيتفك وبيتقسم بسهولة، وده بيعمل كده شكل كيرلي حلو قوي، تبقى كده شراشيب نازلة من العصاية من الجنب. بعد كده هاخد الجزء اللي فوق اللي انا كنت سايباه ده، الربطة اللي فوق دي هفضل اربطها واعمل كذا عقدة كده فوق بعضها، في الاخر هيطلع شكل ضفيرة. وبس كده عملت واحدة كمان بنفس الطريقة، هثبت بقى الشكلين على اطراف العصاية، واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. بعد كده كنت عايزة اعمل تعليقة في نص العصاية، قست حوالي 20 سنتي من اليمين وعملت علامة، و20 سنتي من الشمال وعملت علامة تانية. جبت خيط الخيش ولزقته عند اول علامة، ولفيت كام لفة وثبت كده بنقطة شمع، وبعدين سبت مسافة مناسبة علشان اعلق منها، وبعدين لفيت الطرف التاني عند العلامة التانية. عايزة اقول لكم اللي انا فصلت عصاية المقشة دي عن بعضها بمنشار كده عادي. العصاية كمان بقت جاهزة عندي كده وتمام علشان ابدأ اثبت عليها الاشكال. جبت بقى العصاية وجبت الأشكال اللي عملتها وثبتهم كويس على الترابيزة علشان أوزع الأشكال طويل وقصير علشان كل الأشكال تبان، وكده خلاص بقت جاهزة إن هي تتعلق. أتمنى تكون بجد الفكرة عجبتكم. أنا عملت منها شكلين، عكست بس الألوان بتاعتهم وعطيت شكل وديكور شكله حلو جدا. ما تنسوش اللايك وتقوليلي رأيكم في الكومنت. وأشوفكم بخير ورمضان كريم عليكم.